بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بيكم في حلقه جديده من خمسه لصحتك. حلقه النهارده هتكلم فيها عن المشاكل النفسيه. انا بقالي دلوقتي اكتر من 6 سنين بقدم محتوى على كل المنصات، عملت اكتر من 300 فيديو، لكن هتلاقي 2 أو 3 فقط في المشاكل النفسيه، وده سببه هقوله لك في اخر الفيديو. الاول لازم افكرك تعمل لايك، لو بتشوفني لاول مره تعمل اشتراك وتفعل الجرس، هيوصلك اشعار باي فيديو جديد احنا بننزله. في الحقيقه فوجئنا جميعا الاسبوع اللي فات بتصريح من وزير الصحه خالد عبد الغفار، بيقول فيه ان 25% من المصريين بيعانوا من مشاكل نفسيه. ايه ده، وزير الصحه قال كده؟ قال كده. طب هو يقصد ايه بالتصريح ده؟ اولا هو ما قالوش اعتباطا، يعني هو ما قالوش هو غلطان او هو عبيط، لا يا جماعه، وزير الصحه ده كان وزير التعليم العالي والبحث العلمي، يعني المفروض راجل اكاديمي بياخد بالتقارير اللي بتجيله، ما يقولش اي ارقام اعتباطا. كلنا عرفنا اللي حصل مع هالة زايد وقضية الفساد اللي اترمخت وترمخ الدولة والجيش عليها، وتعزلت في البيت وهو مسك قائم بأعمال وزير الصحة فترة لحد ما بقى وزير الصحة فعلا. طيب ايه معنى كلامه ده؟ يعني هو يقصد ايه؟ هو بيتماشى مع سياسة الدولة، مخطط كبير، مخطط كبير سواء اقتصاديا او نفسيا او صحيا، سميه زي ما تسميه. لكن هرجع للنقطة، هل فعلا 25% من المصريين بيعانوا من مشاكل نفسيه؟ لا، اكتر من كده. ايه ده، انت بتهزر؟ لازم تفهم الاول في فرق ما بين المرض النفسي والمشاكل النفسيه. السبب اللي خلاني طول الوقت ابقى حذر جدا 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 قبل ما اعمل اي فيديو عن الامراض النفسيه، ان ممكن واحد او واحده يدخل على اليوتيوب يسمع مني الاعراض اللي هقولها. يعني انا مثلا هقول اعراض الاكتئاب كذا، اعراض الفصام كذا، اعراض الاسكيز كذا، فيقول لا الاعراض دي عندي، يبقى انا عندي كذا. انتوا فهمتوا انا عايز اقول ايه؟ اعراض الامراض النفسيه ممكن اقولها في فيديو، حد يسمعه يفتكر نفسه عنده المرض ده، وده مش سهل، ده صعب جدا. عشان كده هتلاقي ان انا عملت فيديو او 2 أو 3 هتلاقيهم عن الاكتئاب، عن التشخيص الغلط من الدكاتره، ان هم اول ما يعرفش يشخص يقول لك مشكلتك نفسيه. دي الفيديوهات اللي انا عملتها، لكن بعد تصريح وزير الصحه ده لزاما عليا ان انا اعمل سلسله حلقات عن الامراض النفسيه. اول فيديو هعمله هيكون ازاي تعرف انت مريض نفسي ولا لا، ازاي تعرف انت عندك مشكله نفسيه ولا لا، ازاي تعرف اللي حواليك، ابوك، اخوك، امك، اختك، جوزك، ازاي تحدد ان كان عنده مشكله نفسيه ولا لا، وامتى لازم تزور طبيب، وهل ممكن التشخيص بحاجه تانيه غير الاعراض. كل الاسئله دي هتلاقوها في الفيديو الجديد، لكن مهم جدا تعمل اشتراك وتفعل الجرس عشان يوصلك اشعار اول ما الفيديو ده ينزل. اشوفكم ان شاء الله على خير في حلقه جديده من خمسه لصحتك.